السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن السيارة MG RX 8، أول عربية 7 راكب جديدة من شركة MG عالميا. طبعا هي لسه ما نزلتش مصر، هنتكلم عن كل تفاصيلها وعن قيمتها في الخارج وسعرها، وإن شاء الله هنشوف إمتى هتنزل مصر. لو عجبك الفيديو وحسيت إنك استفدت ولو بمعلومة بسيطة، ممكن تدوس لايك وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة. نبدأ على بركة الله. قامت شركة MG في الخارج بإطلاق السيارة MG RX 8 الجديدة بشكل رسمي في كتير من الدول العربية زي البحرين والإمارات والسعودية. وMG RX 8 الجديدة هي عربية دفع رباعي متوسطة الحجم، وهي تعتبر أول عربية 7 راكب من MG. العربية دي نازلة بتصميم قريب ومشابه للعربية MG RX 5 الموجودة حاليا في الأسواق المصرية. العربية في فئة سعرية وسط السيارات السبع راكب زي تويوتا أفانزا وإكسباندر، وهي بتنافس عربيات زي تويوتا فورتشنر، لكن مع فرق إنها سيارة صينية. الMG RX 8 نازلة مع قاعدة عجلات كبيرة جدا، وهي تعتبر الأكبر في فئتها السعرية، كما أنها نازلة مع تصميم هجومي قوي، محرك العربية برضو محرك قوي، وده من النقط القوية جدا فيها. العربية نازلة مع جنوط 20 بوصة ومرتفعة بشكل كبير عن الأرض. مواصفات العربية MG RX 8: محرك 4 سلندر 2000 سي سي، نقل حركة 6 سرعات، قوة المحرك الحصانية 165 حصان، عزم الدوران بتاعها 360 نيوتن متر، سعة خزان الوقود 70 لتر، العربية بتوصل لل 100 كيلو في 9.1 ثانية، سعة الشنطة الخلفية 800 لتر، عدد المقاعد في العربية 7، وجنوطها حسب الفئات من 18 ل 20 بوصة، فيها كتير من وسائل الأمان والتجهيزات والكماليات، وجميع أنظمة الفرامل طبعا متوفرة. العربية تعتبر الأعلى مواصفات في الفئة السعرية دي في الدول اللي دخلت فيها. تم تسعيرها في دولة الإمارات بحوالي 84,525 درهم إماراتي، وبحوالي 90,000 ريال في السعودية. أما عن التسعير العالمي للعربية فهي بتنزل بسعر يبدأ من 23,000 دولار لأول فئة لحد 24,500 دولار لأعلى فئة، يعني حوالي من 360,000 مصري لأول فئة إلى 385,000 جنيه مصري لأعلى فئة. طيب هل العربية دي هتتوفر في مصر؟ مؤخرا الناس كتير بتتكلم عن MG RX 8 الجديدة، والأسئلة كتيرة بخصوص دخول العربية دي الأسواق المصرية. العربية دي بتمتلك حصة كبيرة جدا أو جزء كبير جدا من خطة شركة MG الصينية في الانتشار في الوطن العربي. العربية الستيشن مطلوبة جدا في كل الدول في الشرق الأوسط، وده اللي بيخلي MG بتقوم بإطلاق العربية دي في الدول العربية وخصوصا الخليج. أما عن مصر فإحنا عارفين طبعا أن شركة MG أطلقت MG RX 5 وMG ZS وMG 5 وMG 6، ودي عربيات كتير جدا من علامة تجارية واحدة. وطبعا في مصر في حالة من الركود في سوق السيارات وفي الأسواق عموما داخل جمهورية مصر العربية، وفي عدم إقبال على الشراء عموما. وبالنسبة للعربية زي MG RX 8 هي مش مناسبة بشكل كبير، فاحنا قليل جدا لما بنلاقي عربية 7 راكب ماشية في الشارع المصري، وهتبقى مبيعاتها قليلة جدا. لكن طبعا لو دخلت السوق المصري هتكون منافس قوي، رغم انها صينية لكن مواصفاتها اعلى من كل العربيات 7 راكب الموجودة حاليا. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لكم معلومة مفيدة. اشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.